تيجي من سموث ديفيجن هتلاقي عامل واخد سي شيب حرف السي او اس شيب. ايه الفرق بينهم؟ السي شيب فيه كونفكس سايد على ناحيه كونكيف سايد على ناحيه, يعني واحده بس الكونفكس. الاس شيب ادي كونفكس وادي كونفكس, يبقى اثنين كونفكس. ايه ده يعني؟ يعني السي شيب يعمل لي يونيلاترال نيزل اوبستراكشن, والاس شيب يعمل ايه يا هبه؟ بايلاترال نيزل اوبستراكشن. امتى السي شيب بيعمل بايلاترال يا اولاد؟ لو في كومبنسات هايبرتروفيك على ناحيه الواي, فاكرين؟ انا بقول لك على الواي بيحصل هايبرتروفيك ولا اتروفيك؟ الاثنين هايبرتروفيك. ليه تقولوني مثلا اتروفيك؟ طيب وبعدين في حاجه اسمها ديسلوكيشن. ديسلوكيشن حد يسترد لك بقك كده ويخبط الليزر سيتر كده, فتلاقي السيتر بيتنقل, مش دي اتنقل سيتر ديسلوكيشن. وبعدين في الريجولر. اكيد يا جماعه الريجولر ديفيشن ده بيبقى سببه لازم يكون ترول. وبعدين في عندي حاجه اسمها شارب سكول. شارب سكول يعني شوك. عايز ايه يعني؟ هات لي تيولوجي كده. تيولوجي يقول لك يا اما ايه اللي يعمل لي ديفيشن في وش ترول؟ يبقى نص كومن ترول بلو كار اكسنت وات ايفر يعني. ها؟ طيب وبعدين ديفلوبمنت. يعني ديفلوبمنت يقول لك ان النزا سيستم ده, بص بقى سيستم اهو متثبت على الفلور وادي على الجنبين فيه لفه نزا جوه. لو النزا سيستم يا جماعه بينمو اسرع من السراوندنج فريم ورك, يعني اللي في النص ده بينمو اسرع, مش هينفع يبص كده يعني, مش هيبقى منقار هو. فبيتثبت. معنى كده بيعمل ايه؟ بيتني جوه. نفس الفكره لو دراعك اطول من الكم بكتير وعايز تخلي دراعك كله جوه الكم, تعمل ايه؟ بتدي دراعك جوه. صح؟ صح؟ شايفين ده كده؟ ايه رايك يا موسى؟ فرقت السيستم ده كده هعمل ايه؟ بص لقيت السيستم موسى هنا. صح؟ هنا لا ترون نازل ولا هنا. فبتاع كله بيعمل مؤثر على الاتنين جوه. يبقى غالبا الديفلوبمنت سببه ايه؟ ان الرينج بتاع الجروس بتاع السيستم اسرع من سراوندنج فريم ورك. طبعا ده وش يعمل لي الريجلر ولا يعمل شارب سبول؟ لا يعمل السي شيب والاس شيب. ده ما تعملوش غير ترو. انا مفهوم؟ طيب فيقول لك انت احنا كده قلنا سببين صح؟ التايبس قلت لك يا اما سموث ديفليكشن او سموث ديفيشن يعني اللي هو السي شيب بالاس شيب, يا اما شارب سبور شوكه بتبقى عند بوني كارتيريا جنكشن, يا اما الريجولر غالبا ده تروماتيك, يا اما سيفتال ديسلوكيشن. سموث ديفليكشن او سموث ديفيشن عندك نوعين, يا سي شيب يا اس شيب. مين فيهم بيعمل يا اما نزل ديستركشن؟ سي شيب. مين اللي بيعمل بايلاترال؟ الاس او السي في حاله كومبنسات الهايبرتروفي. في مشكله في الكلام ده؟ اللي بعده في ديفكشن ولا ايه؟ ممكن يبقى اسمها ثلاثة ايه؟ دي اول حاجة؟ اه وليه؟ ثلاثة اسمها دي ايه؟ دي بص هو عادي صح؟ مش ايه مش ايه بس الحتة لو ده بيتنقل كلينيكال بيكشر سيمتومز وساين. يقول لك رقم واحد اسيمتوماتيك. اشمعنى يا ولاد؟ البيت كده ما احنا اسيمتوماتيك. احنا قلنا ان الموست كومنلي اسيمتوماتيك. فاهمين؟ رقم اثنين طيب ستة ديفيجن ده اول حاجه اعملها ايه؟ وش نزل الاستراكشن نوع ايه؟ يونيلاترال ولا بايلاترال؟ يونيلاترال في السي شيب, بايلاترال في الاس شيب او السي شيب وذ كومبنسيتر هايبرد. حلو الكلام؟ طيب بعد كده يقول لك رقم اثنين ديستشارج. اي مستشفى عنده ديستشارج؟ عندي بعد كده حاجه اسمها ايبستاكسس. يعني ايه ايبستاكسس؟ ليه؟ ايه مهم مهم هاخدها النهارده برضه. ايه اسباب الايبستاكسس اللي تفيد السيبتر؟ يقول لك بص يا باشا على الكونكيف سايد بيتكون كراست كراستيشن اهو. سيبريشن الكراست يعمل لك ايه؟ ليه؟ ايبستاكسس. الكونفكس سايد لو عندك بلاد فيزل ماشي عليه هيحصل له كينكينج. عارف الكينكينج؟ بيتني فايربشن الستاكسس. ده الشارب سبور دي مصيبه. ده ابره يا ابني ابره. لو باب فيزل معدي عليها بيحصل له انجيوليشن. يبقى ثلاث اسباب للستاكسس في الزريت سيبتم. اول حاجه سيبريشن كراس. ثاني حاجه كينج دي باب فيزل على الكونفكس سايد, انجيوليشن باب فيزل على البتاع ها على الشارب سبور. طيب غير كده دكتور السيبتم ده لامس اللاترال وول كونتاكت هيدنج. لما تلاقي الليزر ستة من الناس دي كانك عندك نزل اوبستراكشن تعمل لي كونتاكت هيدي لان هو من انواع الهيدي. غير كده تقول لي في نزل اوبستراكشن يبقى هيشم كويس يا ولاد. عنده ايه ده رامي؟ هايبوزمي او انوزمي. ماشي الكلام؟ طيب بقول لك ايه؟ شغل مراحل ايه؟ الهيدي ده يا جماعه بايظ صح؟ عشان نزل اوبستراكشن انت معاك ايه؟ السشير طب تقول عايز ايه؟ لا ويسال على حاجه اقول له
هو لازم يا هيجوزني يا ليه؟ مش في عندك كونستراكشن؟ طب ماشي انا معايا اس شيب. مش هسمع صوت وليه؟ فيها معايا اس شيب وبشم احسن. انت عندك اس شيب على حسب الديجري. انت معاك هيجوزني. عشان مريح اقوى من اي حد تاني. انت لو قافل الاثنين قافلهم مش هقوى يعدي. نفس الموضوع بس اتشن؟ فاهمني؟ انا طب لو عندي الاثنين مقفولين بس يعني سمول كونستراكشن في هقوى بيعدي يبقى انوزميا ولا سميك كويس ولا هيجوزميا؟ هيجوزميا. فاهم الفكره؟ هو بقول لك ايه هيجوزميا او انوزميا؟ مش كده؟ هات اللي بعد. اللي هي اللي كنا قلنا الثالث قلنا هيجوزميا قلنا الاستاكسس وبعدين اسوشيتد اظهر حاجات يعني ايه اظهر حاجات؟ كل مول الوايت سايد دي ظروف او لا؟ يا اما هايبرتروفي في الاول يا اما هطلب في الاخر صح ولا غلط؟ هبتدي بقى ساينز بقى هتشوف ايه؟ بالانتيريور مسكل حاجه بص هتلاقي يا مايكل هتلاقي ديفيت سبت ولا الاسوشيت اظهر حاجات عارفين الاسوشيت اظهر حاجات؟ هايبرتروفي او الاسوشيت هبتدي بقى تريفي تعالج ازاي؟ قسم دماغك يبقى وش دو تريفي مفيش حد فينا يا جماعه بيروح للدكتور يقول لك انا عندي سمسور في 6 دي انت ما تشكيش من حاجه دي مش هتعالج قصه منتهيه يعني مين اللي بيتعالج اللي عنده 6 دي بي الاوبريشن اوف تشويس يا جماعه اس ام ار مهم سب ميوكاس ريسكشن ايه بقى السب ميوكاس ريسكشن انت هتخش يحصل لي هنا يحصل لي هنا تمام وتشيل الجزء ده وترد الباقي عشان يبقى مستقيم دكتور انا لو عملت الكلام اللي بتقوله دوت مش هينفع اصلا لان الليبسيليا من على ناحيتين هيبقى هيلنج بالفايبروز قال لك يبقى انت ما تجيش ناحيه الليبسيليا ازاي يعني وغير كده كمان هتعمل ديسربشن لمين للبريوسيوم والبريكونديا سب ميوكاس ريستكشن هترجع على السيبتم كده المفروض وليكن يعني وليكن الحته دي المنطقه دي اللي انا هعلم عليها دي كده بص كده دي يعني ده كومبلكس سايت طب انا اعمل فيه ايه ده لازم اشيله اشيل ازاي قال لك بص انا لو قطعت من هنا كده شلت الجزئيه دي رميتها وراح تزق الباقي اروح اصل بعض مش عندك سيس فيتش هنا اهو لو قطعت من هنا ومن هنا ورحت طلعت دي ورد دي هتلم نفس بعض شلت الحته زياده يعني ما ينفعش تعمل المنظر ده عشان ميكوز والهيل يعمل فايبروز قال لك تعمل ايه بقى؟ تجي لي هنا كده وتعمل انسيجن وتشيل من كده بالمنظر ده كده وتروح عند الميكوزا قلب قبل الميكوزا يا اولاد مين اللي في وشك؟ البريكوندريم او البريوستيوم لو انت قدام بريكوندريم انت ورا بريوستيوم تعمل انسيجن فيه برضه هو كمان خلينا نقول بالازرق اهو وتروح جاي قلب يبقى انت قلب مين؟ قلب البريكوندريم بالبلاس سبلاي اللي فيه والميكوزا قدام منك ايه؟ بون او كارتج اعمل ريسكشن براحتك اعمل اللي انت عايزه براحتك يبقى انت بتشتغل من تحت الميكوزا اسمها سب ميوكاس ريسكشن انت لا بتقلب ولا بتعمل انت بس بتعمل ريسكشن كده وبتدخل بعد كده الاله بتاعتك من تحت تشتغل من تحتها بس انا بفهمك يعني كلمه سب ميوكاس الفكره في حاجه واحده بس الميكوزا الجدع بلاس سبلاي ما تعملوش ستيبلز الميكوزا والبريوستا ما تعملوش ستيبلز مش كده؟ اسمها سب ميوكاس ريسكشن وخلاص عايز منك اكتر من كده. طيب بعد كده ده لو كان سموث طب الريجولر ده يا دكتور اللي كان لسه راسمين اللي يعني مش نافع على يمين ولا شمال ده تكسره كله تعمله سبت بلاست من اول ودي طب لو السبتم واللاترال نورز نورز متدمرين يبقى سبت بلاست وراينو بلاست يبقى راينو سبت بلاست او سبت راينو بلاست يبقى تاني اسمبتوماتيك نوتري طب سمبتوماتيك عندي سبتمز يبقى طب ميوكاس ريسكشن ايه فكرتها؟ من الاخر من تحت الميكوزا سوري من تحت الميكوزا ولا من تحت البريوستا من البريكونديوم؟ من تحت البريوستا من البريكونديوم عشان ما تعملش ستيبس بلس الله. طيب لو عندي الريجولر يبقى سبت بلس طب لو السبت واللاترال اول يبقى سبت واللي بلس عايز اكتر من كده ماشي الكلام؟ هات اللي بعده سبت الهيماتوم مهمه طبعا سبت الديس كلها مهمه اسباب الابستاكسيز في السبت ديفيت سبت الاولاد ثلاثه كراست فيرش الكراست انتنج نوت فيزل انجوليشن عشان كده هقعد دلوقتي في بتاع الاستاكس هات لي سته الهيماتوم اكتب جنبها بايلات
نفس الكلام نفس الفيشن بتاعت البريكوندي مش كان يقول لك صبرك بتاعت الاوريكل يعني الاوريكل هيماتوما صبرك اوندر كولكشن اوف بلاد سبت الهيماتوما يعني تجمع دم تحت الميكوزا مش كده تحت الميكوزا تحت السبتم تحت البريكوندي اسمها كده صبرك اوندر كولكشن اوف بلاد كلام مفهوم طيب اكتب لي بس كامل معاك كلمه بلاتا تبقى القصه خلصت طيب اسبابها ايه اي بليدنج في الدم رقم واحد جنرال كوز هيموراجيك بلاد ديزيز والميوكاردييال بيرفرا وكلام من طب رقم اتنين اكيد ترو بلو للنوز او سيج زي سيج انو سيج سب يوكس ريستكشن او سيبتو بلاست او راينو بلاست اي اوبريشن عندك يعني صح كلام يبقى يا تروما يا اوبريشن يا اما جنرال ديزيز طيب عندي هيماتوما يا دكتور ايه المشكله عندي شيك منين سيمبتومز جدع يا ابني وساينس الراجل بيقول لي اول كلمه بايلاترال ما مش عايز اسمع اكتر من كده اي بايلاترال يبقى بايلاترال ريزيستنت نزل او ستراكشر شكرا عايز تقول ستشارج بقول رقم اتنين الساينس انت هتشوف ايه حضرتك طبعا هيستر في تروما في الاول طبعا سيمبل هشوف ايه يعني هشوف البايلاترال سويلنج عند ستازا سيبتر شكله ولا ابيض ولا اصفر احمر ليه ده بلاد صح كلام هارد كده عظم تحديدي صوت صح كلام بتقول لي كده بايلاترال صوت ريدش موجودة فين يا جماعة في نزلة سبتة طيب الكومبليكيشن بتاعت السبتة الهيماتوما دي لما ايه يعني ايه مشكلته يعني صار ساكت البكتيريا انفكشن يقلب بسبتة الابسس الابسس هو هو عراقي الهيماتوما يعني بايلات بس صار ساكت البكتيريا انفكشن هزود عليه صرب الجبين والفان طب انا بلاحظ دلوقتي انت معايا؟ طيب ايه الكومبليكيشن سبتة الابسس صح كام؟ اسال سؤال انت رفاقل البريكوندريا عن الكارتج ده زرقة صح؟ دي بلاصة بارعة في الكارتج كارتج نكروز بص يا باشا الحاجة دي في النزل سبتة مش كده؟ الناحية التانية النوز من ناحية النوز انا هعمل ايه؟ هعزل البريكوندريا اللي ودي بلاصة بارعة السبتة من الناحية دي نفس الفكرة من ناحية الأصبحة المنطقة دي من الحيطة مش هطلع بلاصة بارعة الميكوزا هتمشي ناحيتي انا عملت نيكروزس للكارتج اللي هو في النص فالكارتج هيتاكل ايه رايك في السقف من فوق هينزل يعني لما اجي ابص على المنطقه دي اللي هي تحت الليباتوما ابص على السقف مش شايل وقع صح بس السقف سوبر تيلت بريشر ليه ما قلتش بريفوريشن السيليا مسالين من هنا والسيليا مسالين من الناحيه الثانيه ده مفهوم بيقول لك نيكروزس للكارتج يعمل لك سوبر تيلت بريشر او سوبر تيلت بريشر دي الكومبليكيشن اللي عندك طيب تريتمنت تعالج الليباتوما ازاي كده لما تقول لي ايفاكويشن طب ما انت خايف تقلب بابس يبقى انتي بيوتيك يبقى مثلا انتي بيوتيك وبعدين انسجن اند ايفاكويشن هتجمع تاني بنعمل حاجه اسمها ايه تايب نيزل بيك السوبر تيب ديبريشن اعملها ايه؟ راينو باست فاهمين؟ مش مكتوبه يا دكتور مكتوبه ولا لا انتوا العلم انت ما عندكش حاجه خالص هات الستة الأبسس حد يعرف صبر كوندر كوليكشن اوف بس مش كلام مش كلام يا جماعه صبر كوندر كوليكشن اوف بس حد يقول لي اسلوب ايه يا ولاد رقم واحد افكت السته هي مجنون رقم اثنين يقول لك فوليو ميزنز وسكارل فيفا الميزنز وسكارل فيفا دول هم خدته في تعمل سكيل راش ميوكس راش عندك تجمع دم تحت السته سكند اوتيريال انفكشن هي نفس السته اللي مجنون يعني مش ده دم انفكشن واحد عنده فرانكيلوزس من ضمن الكومبليكيشن بتاعت الفرانكيلوزس لو تفتكروا ها كبرنا سنه سيروبيتس فيشل سيروبيتس سبتا الابسس مش مفكره مش مفكره تقوم طب الكيري كان دكشر حسام هو هتزود لي الفاهم يا دكتور وسروبنج بي كتر خير طبعا بلاتر انت ابستراكشن صح؟ قول بس ها ده بقى شرط فنذاكر ولا ايه؟ ايوه بقى ماشي ده في السيمبل في الساين في بروتاكارد اجي ابص بعيني الاقي ايه؟ بايلاترال ريدش صوت بين قوسين تندر هناك ما كانش في تندر يا حكيم لكن هيبقى في تندر ده بص عند التنشن صح الكلام؟ كوميونيكيشن نفس الكلام لما يضرب لك الكارتج نكروسس الكارتج اللي بيصير لسه سايم يبقى سوبر تيب ديبريشن طب نكروس الكارتج والميكوزا انت خربت الميكوزا والكارتج والميكوزا يبقى صباعك يعدي يبقى بريفوريشن انتيرو ولا بوستيريو؟ انتير كله انتير ما عدا سيبر سول ادوستيل مش كلام طيب بعد كده من ضمن الكوميونيكيشن ممكن يعمل لك كبرنا سينس ترومبوز او سيبتر او سوري فيشل سيرلايتس يعني برضه عشان ننجز تاني
تريتمنت عامل ازاي؟ نفس العلاج اللي فات هيبقى ايه؟ انسجن ايفاكويشن ودي انتي بيرد. في مشكله في الكلام ده؟ السته بريبريشن بعمل له كلوز والسوبر تنتريشن بعملها بيبقى خلاص لو مش كده كده مش كلام؟ يعني صبر كلامك بس. هات السته بريبريشن يا جماعه. سبتمبر فريش الصورة عنك ها اسبابه يا ولاد تروماتيك انفلاماتوري و توكسيك تروما. حد يقول لي التروما مشهورة تعمل لي سبتمبر فريش يا باشا جدع سيرجي اللي هو الصاب ميبقى في السكشن سيمار مش كام ايه كمان سبت بلاست ايه كمان هبيت من النوز بيكي بيتي دكتور عاوزك تسلي حفاري في مناخيري حفاري كمان نظيفه نظيفه يعني بتجيب الطبقات اللي جوه ها النضافه حلوه شغل كمان بدل ما في دم ايه ده دم ايه ده جاي منين حفر ده ايه حاجه ايه لا 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 شوف ايه ده جاي منين ده اداني الدكتور بتاع صباعك عدى الناحيه الثانيه قال لي انت تشد بقى تطلع لك ايه حبيت النوز ديكي ماشي الكلام تمام غير كده كمان يقول لك ايه كونتراليزيشن في الليبستاكسيس اشهر حاجه الليبستاكسيس يا دكتور صفاء بيبقى حاجه اسمها ليتنسيري هنا كده راجل اكوين طب انا كويت تاني بعد اسبوع كويت تاني بعد اسبوع كويت تاني بعد اسبوع كويت خلاص حرام لو عندك ولاد لو بتستكسر راح كوا هنا وكوا الناحيه الثانيه طبعا خلوا بعض خلوا مع بعض ده بيسموها الكوتريزيشن سلاس بيرتس او ريبيت كوتريزيشن ده الدروم يبقى الدروم يبقى الدروم سبيكين او سيرجري سيرجري عادي يا باشا اي حاجه تيجي ناحيه السته صب يكس السكشن سته بلس ترانب اي حاجه اي بريشن يعني مش كلام طيب وبعدين الهابيتو النوز بيكين والكوتريزيشن الانفلاماتوري اشهر انفلاميشن يا جماعه عامل لي سته بالفشل مين؟ سته نفسه ممتاز انتيريور بوستيريور انتيريور ايه كمان خدناه؟ تي بي والسته تي بي كان اسمه ايه؟ لوبس فرجاس والسته للسته ايه الفرق بينهم؟ سيفلس بوستيريور الباقي كله انتيريور اشمعنى سيفلس بوستيريور يا اولاد؟ بيحب يجي في البوق مش كام الكلام ده؟ معايا؟ طيب ساينز بقى اصل توكسيك توكسيك كوكين ادكشن لما تيجي تاخد السنيف بتاعك بتحط الجرعه بتاعتك على توكا سناف بوكس تعملها كده صح؟ كده دي يا ولاد بتلاقي بتاع الكوكين من لازق على بتاع الفوسفور ريستريكشن تعملها كده كروز عشان الفوسفور ريستريكشن مش كروز بالمناسبه هي الكوكين ادكشن بانثيرا بوستيريشن لما تيجي تعملي كده كيس البودره الكبير ماشي صح هو بقى مثلا ما شالش بقى سنتين فانت كيس كبير بقى وتعمل كده بتلاقي النص هنا ان شاء الله ممكن تضرب مش هيوصل جوه حاجه ثانيه الهريتا الناس بتجي تبقى كده طب ما في الناس العاديين بقى كتير معاكوا انتوا هيبقى سي سي فاينل حقيقي حاجه اسمها 17 كرونيك از كرونيك فورم يعني كرومي فورم ده جهاز بيبرد بقى بس ريستريكشن يقول لك السايت مش عايزين حكاوي يا ولاد البوستيريور سيبرس بقى انتيرو ما تقعدش تحور هتفهم حاجه؟ اقعد نتكلم في ايه؟ هات كلينيكال بيكشر سيمبل يوجوالي اسيمبتوماتيك ايوه يا دكتور انا اشتكي يا ابني مش في بريفريشن انا يبقى عليه ايه كراست يا ولاد بس يا ولاد بس يا ولاد عيب عيب ما يصحش نعمل شويه كراست يبقى فورميشن اوف كراست طب سيبريشن اوف كراست يعمل ايه؟ ستاكس دي تيجي عليه ستاكس بعدين لو صغير كده بيصفر اللي يسمع صوت الشخير ده يا جماعه الشيء لابد منه. اخر ربنا. يا حسن شخير عد صفاره وقف. شوف ايه بقى ورا كوكين ادكشن ودراكس وبعدين هي الكوكين ده ممكن يعمل اي حاجه. يعمل اي حاجه. ما اول تلاقي صفاره لا سمح لي صح النوم. كنت ايه؟ هات الاسم. بقول لك لو كان اسبوع اعمل لك كويست دي ماشي الكلام؟ الساينس هتيجي تبص يا ولاد في البتاعه دي هتلاقي عندك سته بريبريشن يقول لك كله انتير ما عدا السيرفس بوستيريور عادي يعني عايز تقلب قلب كله هتلاقي كراس وتلاقي ستاكس اي حاجه حتى ما اعرفش تريتمنت عالج السته بريبريشن ازاي ولا ايه؟
كده فايل صح كام؟ يبقى كلوزر ديفكت حاجه اسمها اوبتيوريتور. يعني اوبتيوريتور شوف الديفكت ده عامل ازاي، تجيب حاجه على قد بالظبط. راجع احضر لك حاجه اسمها سيتي كام. او هات لي كوزر فلات او فاش ثلاثه فلات كده. هات اللي بعده يلا. هم الولاد بيقولوا لي عايزين نعمل حصه من فيها كيسز ونقول شغب لا ينفع ماشي هو تبقى يعني قبل الامتحان بعد الامتحان كده مش مشكله يعني لو عايزينها يوم امتحان الرمض لو في مصر ده بقى وبتاع احنا بقول مش هنعمل كده يوم امتحان الشفا ولا مش مزاجك مش هنعمل كده يوم امتحان الشفا ولا انت عندك شفا هو ما عندوش شفا مش اللي عندي شفا لا مش لا انا جت لي فكره حلوه طيب يوم طب كنت قاعد في بيوت انا الشامي مش كافيه بتاعي ماشي لا برضه يا فاحنا لازم نجربها، ولازم نجربها في عدد لا بأس يا رامي. يا دكتور ايه؟ هتجرب فينا يا دكتور؟ هتجرب فينا؟ ازاي؟ هتجرب فينا يا ناصر؟ ايه عيب عليك يا اخي ده ابليس بيقول لك واحد زائد بيساوي اثنين. طب نجرب الكورس الثاني. والصور بقى عايز اشوف كده يعني. عايزين نشوفها عايزين نمشي ولا ما تشوف يعني. نجرب الكورس الثاني. نجرب الكورس الثاني. الكورس الثاني نجربه. نجرب ماشي. او كل سنه وانت فاضي. لا جربت يعني مش هفتح نت اقعد عند ده انا تسجيل بس مش تسجيل اقعد عند نت اللي مش عارف يرسم اللي رسم مش يرسم كده قول لي كده
قال لي ده سايم كارتي. سايم كارتي ده برانش من اول نفس الزمن انترنال كاروت يدي انتيريور سمايدر وسيلو سمايدر. ده ماكسيلي برانش من اكسترنال كاروت. ده سيلو لاتاني كريتا دوراتاني. ده فيش برانش من اكسترنال كاروت يدي سوبيرو ليفل. صح كلام. بيعملوا لي انستموزس. الانستموزس الفيزلز اسمها الكيس الباكس بليكسس اللي هو الفيزلز دول. المكان بتاع حسبه ليتلز ايه لتر سيدي ربع انش بهايند الكولومبيا مكان صباعيني كده. حلو الكلام ده. الارتيريا صبلاي يا راجل. طيب عرفني يا دكتور يعني ايه مستكسس دي نيجرنوز اسبابه ايه؟ بليد. واسباب البليدنج قلت لك تقسم ها جنرال ولوك في اي حته في الدنيا. جنرال ولوك هات اللوك يا باشا. تروماتيك او سوري كونجيت ديفلوبمنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاست. شوف الكلام تاني وانا عارف بقول ايه ترتيب الصح. فكك من المكتوب عندي كونجين وراها ديفلوبمنت وبعدين ترومات وبعدين انفلامات وبعدين بلس وبعدين دي بس. انا خدت دي بس حطيتها رقم واحد ليه؟ موست كومنت 90% محدش عارف السبب ايه. كونجين اشهر كونجين عمل ايه يا اولاد؟ هيموراجيك تلانجكتيز اوسلر ديزيز. خدناه المره اللي فاتت فاكرينه؟ طيب تروم اي تروم فورم بودي بلو للنود سيرجين توظيفه بس ده تكتب على الكمبيوتر. ما دي لازم اسيبك اي حاجه الذكر طيب. سيبوا اكتب سيبوا العمل لا هو انا اشتغل هنا ما رايت سايد هارت فيلر. مش الكلام والبرمونه القديمه يعني. طيب
blood diseases هيموفيليا وبربرا وكلام من blood vessel disease اللي هو ضعيف زي السكيرفي او سوري الهيموراجيك هيرديتري هيموراجيك ترانجكتيزي الهيرديتري هيموراجيك ترانجكتيزي او الاوستر ديزيز ده مرض كونجنتال ديزيز ده عيبه ان blood vessel هو ضعيف دايليتد وضعيف فبيرفش عشان ايه بيقولوا بعد كده فيتامين ديفيشنسي فيتامين كي وفيتامين سي فيتامين سي مسؤول عن الكولاجين والكولاجين مسؤول عن البلد فيزل وول الفيتامين كي بيكون بروتين فاكتور مع الليفر اللي هو مين 72 2 7 9 10 بروتين فاكتور دراجز زي ايه ها ساليسيليتس والهيبر والحاجات اللي هي انتي كواجل دراجز دي هرمونز حاجه اسمها بكريشس ميستويشن اندوميتريوز الاندوميتريوم موجود في النورمال سايز زي مين زي النوز يبقى عندك بليدنج من الاستيميشن بليدنج للنوز الفكريشن من الاستيميشن بليدنج بس كل 28 يوم مع المنستر سايت المناسبه يعني ماشي الكلام طيب احنا كده قلنا اللوك قلنا لوك والجنرال ده اه طيب نعم لو فيها كونديشن يا دكتور ولو بقى اتروفيك يعني كرونيك سبيسيفيك ده اتروفيك لو فيها كراستيشن ولو كوليكس بسيبك سكليروما برضو كراستيشن سابريشن كراست يعملها جديد مش كامل السايت بليدي ماشي يقول لك الموست كومن سايت الليتلز اريا دي غالبا الموست كومن سايت بس بقى دي بس طيب لو البليدنج اباف الميدل تيربي فوق الميدل تيربي يبقى البيتر يبقى عندك مين ها انتيريور سمايدر 1 بوستيريور سمايدر طب لو بليدنج بلو الميدل تيربي يبقى البليدنج كام هنا يا ولاد سكليروما ثاني كده ثاني كده ثاني كده عادي يعني يقول لك نيرلي في التربنت او في الفروع بتاع النوز ريرلي يعني بليدنج جامد كلينيكال بيكتشر يعني ايه بستكسس بليدنج من النوز يبقى كلينيكال بيكتشر بليدنج من النوز يا مايلد يا سيفير حد يعرف فرق شوب سيفير يبقى شوب المايلد ما شوبش تمام لو العيان جاي يقول لك لو ان شاء الله يا رب حنفيه الدم جاي يقول لك يا دكتور عندي بستكسس هو جاي يبقى مايلد طب شوب واهله شايلينه ان شاء الله يا رب ننزل نقطتين سيفير بستكسس بلاش دعوه على بالكم ولا بالكيف هي دعوه في الشرط ولا في الشرط عشان هي اختلف مع فيك معلش طيب طبعا بيكتشر ذا كوز ده كان بيت سيت من الراجل يعني انفستيجيشن تعمل انفستيجيشن ايه العيان عنده بالسكس ده بعد ما تعمل استابيلايزيشن الاول يعني الاول اعمل استابيلايزيشن بعد كده اعمل انفستيجيشن الانفستيجيشن هنعملها اول ايه اول حاجه هعمل سي بي سي عشان لو كان في مثلا لوكيميا او حاجه زي كده او انيميا ماشي الكلام اعمل سي تي على النوز والنيزل فارني سيب النك يعني عشان كان في تيومر بعمل ليفر فانكشن عشان اشوف الكلوتينج فاكتور واعمل الكلوتينج فاكتور كوجريشن بروفايل يعني واعمل نيزو فرينزوسكوبي عشان اشوف لو كان في تيومر سامعين الكلام اللي بقوله؟ اعمل انفستيجيشن يعني الحاجه اللي عندك المانجمنت السؤال اللي بينزل اوقات كتير بينزل يقول لك مانجمنت اوف ميستاكسس اول حاجه تعمل كده واحد ترسم الرسم بلاد سبلاي رقم 2 طبعا في بقى سوري الاول واحد ديفينيشن رقم 2 بلاد سبلاي رقم 3 هتقول لي هيستوري المانجمنت سوري المانجمنت تقسمه بقى الى هيستوري كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت الهيستوري هيستوري اوف ذا كوز ده بينزل بالمناسبه يبقى تجيب لي الكوزز اللوكال وتحطهم بعد كده كلينيكال بيكتشر يا مايلد يا سيفير زي ما قلنا انفستيجيشن تبقى دي اللي قلناها تريتمنت اللي انا هبدا فيه دلوقتي هتكتب غير كده هتنقص انت هتكتب غير هتنقص اصلا هتكتب غير كده بقى يعني ما تتكلمش ما تحاولش كلام دكتور انا بس على ربنا يا ضعف يا عم تحضر البركة انت مش عايز تكتب عندك مكتب وحتى ضربك عشان تكتب ايه؟ هو كده يا دكتور عشان وعلى فكره مش فارق بصوا هو في اي ماده لما تكتب جاوب السؤال فين دكتور ده بقى جاوب في الكتاب يا ابني افهم السؤال بقول لك مانجمنت اوف ستاكس فانت عمال تقول له فيرست ايه تقول لي فورورد هو ايه اللي بيستاكس اكيد هو عارف ايه اكيد هو عارف هو اللي بيسال السؤال ودي حقيقه فهي يقول لك ايه هو ايه ده اللي عامل ستاكس اصلا مانجمنت ده بتخلص العام كله تعرف تعالج تعرف تستخدمه وتعالج السبب اصلا هتلاقي بصرف جنيه من هيسكو والعيان جيلي في السكس لازم يقول لك انا عارف في السكس طب عشان اعالج لازم اعرف في الانفستيجيشن وبعدين تيجي
يعني اقول لك سمع يدي لك كده سمع اللي بيستعجل يعني السؤال بتاع الميكانيزم بتاع بتاع احنا بقى الاجيك يعني الميكانيزم الميكانيزم التطريق ما ينفعش يا راجل دي بقى ما ينفعش تعمل فيها ها هتاخد البقين هتروح مش هينفع يا راجل اه طيب لازم تكون في الفريش بتاع الارض تمام بعد تقول انت دي سبور افكتيف دي سيتين افكتيف الميكانيزم والبروفلاكس سبت انت بقى المنهج لو مايلد كيسز عجزتي منال لو سيفير كيس مايلد كيس زي ما بيقول لك فيرست ايد رقم 2 كيوت فيرست ايد اهو هتقعد العيان ليننج فورورد يبقى العيان سيتنج بوزيشن ليننج فورورد كومبريشن للنوسترلز وبعدين ايس باكس على النوسترلز وبعدين تكسر حركه الادرينالين على قطه تحطها في مناخيره اقولها تاني العيان سيتنج بوزيشن leaning forward compression للنصف كده ثلاثة وبعدين ice bags هنجيب تلج تحطه في كيس كده تحطه على مناخيره تحطه constriction ويف ويف مقفش تجيب حوالي في دريم او في دريم اكسر عمره تحطها في مناخيره هنوقف يبقى الفيرست ايد هم خمس حاجات setting position اشمعنى؟ عشان اعلي النيك كونجيشن اصل كل ما في نيك كونجيشن كل ما الاستكس اكتر leaning forward علشان avoid swarming الضغط compression للنصف توقف البليد ايس باكس تل عشان باظ كونستريكشن مش عايز اطلع منه اجيب اللي بيعمل باظ كونستريكشن ده احطه في المناخير اجيب قطنه واحط عليها الايفيدرين واحطها في المناخير ماشي الكلام ده الفيرس ايه ويب ويب ماشي وبعدين تاخده بعد كده تبقى بسبب دي يبقى كونترايزيشن كي هتكبر فين اشهر مكان تنزل انواع الكتري حاجتين يا الكتريك ده عادي يا اما كيميكال كتري كيميكال كتري بالسيلفر نايتريت 50% او كريستال اوف كروميك اسيد حد اسمها كروميك اسيد البرفوريشن اللي هو التوكسيك توكسيك طيب السيفيري مستكس اعمل ايه ولا ايه تريتمنت اوف شوك الاول تريتمنت اوف شوك ازاي بقى يعني الراجل بيقول لي دي كلام صعب يعني تقول لي كده تريتمنت اوف شوك كومبليت بيد ريست سيديشن وامبل فلويد او فلويد بلاد ترانسفيوجن كورتيكوستيرويد باس بريستريكت كومبليت بيد ريست سيديشن فلويد بلاد ترانسفيوجن كورتيكوستيرويد و فازو كونستريكتد ماشي الكلام وفولو اب للفيتال ساينز ايه هي الفيتال ساينز دي؟ بلاد بريشر والهارت ريت اشمعنى؟ الشوك البلاد بريشر بيعطي والهارت ريت بيبقى عالي اول ما تلاقي البلاد بريشر واطي والهارت ريت واطي ايه رايك؟ دخل الكارديك شوك تكسبها سوري للاسف اه شغاله فايبريشن كده ليه؟ سلمى قال البايبريشن هي كمان كده البايبريشن اتعادل بتاع ضغط في الصفين اللي ورا كلهم بايبريشن طيب انت مش خلاص طيب البيدنج نفسه اعمل له ايه ركز بقى يا باشا شوف انا هعمل ايه عشان ما تنساش يقول لك واحد الشوك هتعالج الشوك رقم 2 البيدنج جاي من قدام يبقى انتيرو نيزل بريش البيدنج جاي من ورا او من ورا قدام او عملت قدام موقفش تاني اسمع كلام بيدنج جاي من قدام يبقى انتيرو نيزل بريش طب بيدنج جاي من ورا بوستيرو نيزل بريش طب انا عملت انتيرو نيزل بريش والبيدنج مش عايز يقف يبقى بوستيرو نيزل بريش تعملها دي ماشي يبقى بوستيرو نيزل بريش رقم 4 عملت بوستيرو نيزل بريش موقفش العين هتصف يبقى لا يجيبش في الفيزيت طب انا مش عايز اخش واقعد افعص بقى مفيش وقت يبقى اندوسكوبي اللي هي جيل فوم امبرايزيشن بس المره دي الاندوسكوبي دي عملها امبرايزيشن رقم 6 وقفت البليدنج عالج الكوز تريتمنت اوف ذا كوز
يعني السبيري ستاكس اصلا لوحده في ست نقط. فاهم حاجه؟ انتيرو نزل بيك بتعمل ايه؟ بتجيب فازلين جوز اللي هو الناعم ده، تبدا تحشيه من تحت لفوق داونورد ابورد داونورد ابورد لغايه ما تقف في الدنيا خالص. ماشي الكلام؟ بتسيبها من 24 48 ساعه بعد كده بتغيرها. اندر كفر في انتي بيتو سهله دي. البوستير بقى اللي فيها كلام ليه؟ عندك صوره والصوره خير من 1000 كلمه. انا عايز اقفل البوستير كوانا او لا؟ هنا البوك اهو ها؟ عايز اقفل دول واللسان اهو. اقفله ازاي؟ اجيب شاشه واروح جاي داخل البوك معايا كده واروح جاي عاملها كده. فاهم؟ تمام؟ فقال لك هتجيب لي السويتا من الزقود او جزء اوف سويتا او سايز. اهي يبقى كده بس. تربط لي فيها 3 سلك ستريتس، 3 قيود. معايا راجل؟ اهو. اهو. والتلات عكسهم. ثم تجيب لي 2 رابر كاسترز. وتدخل 2 رابر كاسترز عشان ما يعورش المناخير. وتدخلهم من التيرونيرز يمشوا 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 يمشوا. طلعوا فين؟ هنا اهو ما تعدوا كده اهو. دي كده دي كده. تروح مادي ايدك بقى وجايبهم تانيين كده. يروحوا داخلين كده. ثانية كده اهو. ده مين دول؟ الرابر كاستر. يبقى دخلتهم من المناخير طلعتهم من البوك. يبقى في 2 اندس المناخير او 2 اندس البوك. وبعدين تجيب لي الجزء ده ست سريس دول تربطهم في ال 2 رابر كاستر. ماشي الكلام؟ هقول لك انا ازاي دلوقتي. بعدين هتجيب لي دخلت لي رابر كاستر كده صح؟ هتجيب لي بتاع ده ست سريس تربطهم في الطرفين دول. واحد هنا واحد هنا. تمسك اللي في المناخير وتشد. ايه اللي يحصل؟ هترجع معاك معاك السلك دخل صح؟ شد. سلك بقى في ايديك، خلي عينك تحقه. فهمت؟ هتخش شد كمان، هتنها تلف تلف لما تلبسك ورا، هتبص تلاقي على كده. والتو سلك سلكس دول اهم. واحد جاي لك كده من المناخير دي، وواحد جاي لك كده من المناخير دي. والتالت طلع لك من تحت من بوق. تعملها دي؟ اقولها تاني، الصوره عندك صوره موضحه قوي. بجيب جوز بيس اوف جوز اوف سيتابل سايز. يعني ايه سيتابل سايز؟ يعني حجم مناسب. وبعدين اربط فيها 3 سلك سلكس 2 و 2 في ناحيه واحده في ناحيه. جيب 2 رابر كاستر دخلهم فين؟ في النوز. طلعهم من البوك. يبقى رابر كاستر من النوز للبوك. اربط السلك سلكس فين؟ البوك. وبعدين اجيب من النوز بقى واشد. طلعت الكاستر كلها في ايدك. مين اللي بقى في ايدك دلوقتي؟ سلك سلكس تفتح فوق العين. هتشد ترجع ترجع لغايه لما ترجع ورا تلبسها لك من ورا. تروح ماسك لي التو سلك سلكس ربطهم على الكولوميلا عشان ما تقعش. خدها كويس. طب واللي طبعا بوقه اتزهرها على التشيك. اشمعنى؟ لما اقعد اشيلها اقصص كده تقع في زور اروح جاي مطلعها من البوق. طب طبعا بوق عادي بتزهر على التشيك. بصوا عليا كده بصوا على الصوره اللي قدامي. بطلوا تناح. يلا طيب عملت كده بالستير بيجنج؟ لا يا دكتور انت قفلت لي بالستير كويس. عارف بقى عشان تكمل الستير بيجنج تعمل ايه؟ دو انتيرو بيجنج. كلام مفهوم؟ اقرا اللي تحت وافهمه عشان كلام بيبقى ناقص يا راجل. ما تقولش كلمتين تقعد تترجم من الانجليزي للعرب. تعمل نفسك دكتور. ماشي الكلام؟ خلصت بالستير بيجنج تعملها انتيرو بيك. خلاص؟ بعد كده في ايه تاني؟ اللي جيرشر بقى البيزل. طب لو البيزل جاي لك من امام الميدل تيرو من هنا. هتقول له مين يعني؟ انتيرو بستيرو سمويل. اسمه ايه؟ انا هحطها في النص. انتيرو بستيرو سمويل. تربطهم من عند الاسمويل سايز. اسمهم ايه اللي هربطهم؟ انتيرو بستيرو سمويل. تربطهم من عند الاسمويل سايز. مش عندنا الكاسس يعني. طب لو بيدك بلول بيدل تيرو يبقى سبينو بارتايم وجريتر بارتايم يبقى تربط بين الماكسيلر. اربطه ازاي؟ من عند الماكسيلر من الماكسيلر. تكسر في الماكسيلر تكسر في السبينو ده يديله بارتايم فورس ماشي فيها؟ ماكسيلر الارض الماكسيلر تربطه. يبقى عشان نحطه
الاسمويد ده بيترك من عند الاسمويد ده صار، والنمزله دي من عند النمزله دي صار. مش محتاجه حوارات خالص ولا محتاجه اي علم ولا لها علاقه بالعلم. ايه لا ما انت عملت بص مش درجات، عملت انتر بيكنج ما بيمش، انتر وستر ما بيمش، يعني تيجي تصفى تشوف بقى دي اللي بيقول بقى كيف تستر الاسمويد تربطه من تحت دي جاي من تحت، بس فين والله بيقول برضه في النمزله. طب ما فيش مش عايز يقف اربط تكسر الكود هيموت. لا مش هيموت، نعم انت الكود هو اللي عايش تكسر الكود. فاكر حاجه مش تكسر الكود عادي يعني الكلاب ربطوا انت الكود ما حصلوش حاجه. قصدك ايه؟ انت لو فاهم انا بقول اصلا مش هسال السؤال ده. نعم محدش يجي يكلمني على تكسر الكود هيموت. يا دكتور البرين في البصر قطع برين من الانتر الكود. ها في حاجه اسمها اللي بتكتب البصر من ورا وفي كاروز الانتر من الانتر الكود سيكل كويز. يعني لما تربط الانترنال كاروتد دي فتره بتاثر على البرين، تربط الاكسترنال كاروتد انت اصلا ما جيتش على البرين في حاجه اصلا. فانا بربط الاكسترنال كاروتد مالي انا ولا البرين يا عم؟ ده لو ربطت الانترنال كاروتد كمان ربطوه في الكلاب ما حصلهمش حاجه عشان سيكل كويز. عايزين نجربه في البني ادمين. هذا اللي بقى طيب جيم فيلم يا باشا انت عمال تقول لي يع وعمال بيرس انت ايه تربط وايه اللي انت بتعمله ده؟ واحد عنده بليدنج عايز اربطه اكسترا كروت سوري الماكسيلر يا باشا عايز اكسترا كروت ده صح؟ تخش عن طريق كاستر اللي هو الانترفنشن سيرفي هتلاقي عندك ارتري كيت وارتري كيت وارتري كيت وارتري كيت. انت عارف البرانشات بقى ده مثلا السن الكرنجر ده مش عارف ليه ده اللي هو السن الكرنجر ده اللي انت داخل بالكاستر مسطره من دراع من ماشي ماشي ماشي. انت عارف انك طبعا دخلت في طبعا قواطع بايتروكيشن يمين انترنال كاروت سوري اكسترنال كاروت شمال انترنال كاروت. انت تبقى سايق جوه تبص على المونيتور قدامك هتخش يمين ولا شمال؟ هتخش كده بره يعني اكسترنال كاروت صح؟ وانت ماشي لقيت بقى فتحات انت اصلا عارف دارس اناتشر شفت عيال كتير فانت ماشي كده اول فتحه تخش فيها ليه؟ مش بتعدد اللينجوال. تاني فتحه تخش فيها ليه؟ استنى فرنج. تالت فتحه خش واحد انجل فوق احنا فين كده؟ اهو احنا انجل فوق كده فاكسني يا باشا برر كده انا برر اصل عادي بس انت اي كلام اي كلام. اخر حاجه تريد تو ذا كوز شوف يا باشا عنده تيوم عنده عنده بس في لعب عنده انت وظروفك فاهمين عيال هات يا باشا البرباي. ايوه بقى ده تجميع اصلا تجميع اصلا اوف ايه زي البولر؟ انواع البولر ايه ولا ايه؟ شو الكلام اللي عنده؟ الرجي باظ وموت. الرجي دي بتبقى سجل ولا مضغ؟ بالبيت كده سجل ولا مضغ؟ مضغ وبتبقى سمويلر ومعاها حاجات الالرجي. صح كلام؟ سنيزنج، بيرن سنسيشن، ها؟ سيزونال فاريشن، ها؟ ايزونوفيلز ولونها بتبلغش يا راجل. مش الكلام؟ طيب يبقى انت قلت لي كده باظ موتر والرجيك انفلاماتوري. انفلاماتوري نوعين يا اما كرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن يا كرونيك سبيسيفيك. مهم كرونيك نون سبيسيفيك زي الانتروكوانال بوليب. ايه الانتروكوانال بوليب ده؟ بوليب طالع من هنا يا ولاد بالانترم رايح على الوستيريو كوانا. مين الانترم دي؟ ماكسيلاري سايتس. طب السبيسيفيك حاجه اسمها راينوس بروديوس ام سي كيو ده فانجل انفكشن وصفه بيبقى ستروبري لايك بلادي لارج فريش ترايبل ماس بليز ايز دونت تاتش. اتكلم عن مين؟ صح عليك عن تيومر. قال لا ده الراينوس بروديوس شبه تيومر بلادي بولي. فاهم حاجه بقولهم؟ يقول لك راجل عجوز عنده 70 سنه وعنده بليدنج بالسكس ببص لقيت عنده لارج فرايبل ماس او لارج بلادي فرايبل ماس بليز يوز ذا تاتش. تشخيصك ايه؟ ها؟
انا جبت 6000 فنون. ما انا بقول ما جبتش 6000 فنون. كلام عيني اهو. حد يعرف؟ طيب دي ريمز بروديوس بعد كده ميكس. يعني ايه ميكس؟ كان اليرجيك اعضاز موضه حصل له بكتيريا انفكشن. ماشي كلام؟ طيب اخر حاجه نيوبلاستيك. ما هي المنشوره دي؟ نيوبلاستيك يا بناين يا ملك. البناين زي البابلوما والبيت بابلوما. المالجنت سارتوما وكارسينوما. المالجنت تيومر او المالجنت بوليت وصفه ايه؟ لارج فليش فرايبل ناس بيسيوز للتاتش. طب البناين تبقى سايد اوف دانكيتد ما عدا الانفيرتد بابلوما. بتبقى زيها زي تيومر يعني لارج فليش فرايبل ناس بيسيوز للتاتش. فاهمين الاولى ولا لا؟ فاهمين ولا لا؟ بعد كده عندك ديفرنشال دايجنوزس. اسال سؤال جيت معايا بس الاول. المالجنسي لارج فليش فرايبل ناس بيسيوز للتاتش. والفرت بابلوما برضه لارج فليش فرايبل ناس بيسيوز للتاتش. ايه الفرق بس؟ دي نفس المود دي بس يعني. طيب لما يقول لك راجل عجوز عنده 70 سنة وعنده بيتي في ستاكس وبعدين بيشتكي من ستاكس لارج فليش فرايبل ناس يعني بادي ناس من النوز جنرال تشخيصك ايه؟ كلامك صح. رامس بروديوزس يا اما البرت بابلوما يا اما سكويروسكارسينوما. صح كلام؟ السؤال اللي بعد منه اللي حدد لك تسال تقول ايه؟ في لينف نود ولا مفيش لينف نود؟ مفيش لينف نود. يبقى انا استبعدت الكانسر. فانا بتكلم في مين؟ البرت بابلوما او رامس بروديوزس. السؤال اللي بعد منه اسال في ايه؟ ممتاز. قال لو عنده بقى عنده دايبيتس ميليتس عنده بروميديوز انت بتتكلم من ده يعني اللي هو اميونو سبريشن. يبقى انا بتكلم في ايه؟ رامس بروديوزس. فاهمين ده يا مايكل؟ يقول لك الميننجيو سي والانكيفالو سي. ايه ده يعني؟ يا ابني مش عندك هنا كريم يكون في لما تلاقي الميننجيسيس هيرنيشن من الكيميكال بتوصلك في المناخير كده ده اسمه نيجو سي في سي اس اف. طب لو الميننجيس والبرين بصوا في المناخير الميننجيس والكيميكال سي هم دول مين بير ستيك ازرق بوليت صح؟ لازم افرقها من البوليت. افرقها من البوليت ازاي؟ سوبيريور اتاشمنت وبلصيتي ممتاز. يعني ايه بلصيتي؟ يعني ايه؟ يعني بص تلاقي البوليت بيتهز مع البلصيشن. هتعرف ليه؟ يورا اكسلت بلصيتي. صح كام؟ هات اللي بعده. ايه؟ انا مش كده في ديفرنشال دايجنوز بتاع البادي والكلام ده. بص عليه كده ديفرنشال. البرد ده بيقول لك كده كان بتاع نون البنون. اكتب ده جنب البرد بابلوما اللي غلط الفيرم غير يا بولي. اكتب جنبها نون البنون. ايه؟ الكانسر سكوسيت في جنبها الفنون. اكتب جنبها الفنون. المنينجوسين والكيفروسين اكتب هتلاقي مكتوب عندك سوبر اتاشمنت معايا عادي ماشي. وايه تاني؟ بسيط اللي بعده. الرجيك بلوباي علينا على الوار اعصر على الاي اللي عندك اعمل دايره حواليه. اللي يفهم يفهم بقى اللي يفهم مش طاسه غباوه حاجه كلام اصلا. مطلب ولا سنجل؟ بايلاتر ولا ايلاتر؟ كان مفهوم؟ كنت جنبها حاجات الالرج. خلص ده. خلص. يعني ايه بيرب اصلا؟ بدان كريت الميكوز. اشهر مكان ليها السمويلر طبعا. انسنس كومنلي في السمويلر، كومنلي بايلاتر، كومنلي مالتر، كومنلي في اليانج ادلتس. كان مفهوم؟ عايز ايه؟ تبرز ميوزيك اللي هو الالرجيك ميوزيك، ماشي كلام؟ طيب هتقول لي كده symptoms of signs symptoms قول كده nasal obstruction watery nasal discharge injection xenophiles ومعاها مستيزي وإتشي حاجات الالرجي. صح كلام؟ واسوشيت الرجي يعني عنده الرجيك كونجكتيفايتس
برونكيا الازمه كده يعني كلام الساينز. شوف ايه يا راجل، ابص في المراكيب الاقي هنا مالتيبل نيستنج بلوش او كده جريش خليها بلوش بولبار ارايزنج فروم اسمه ده سيطلع من انتيريور نيرز من قدام يعني نيستنج يعني بلمع بلوش اه عشان الايزينوفيلز اللي فيه. هي هي جريش على فكره هم واحد يعني. هي بتطلعلك من المراكيب من قدام. تعالج ازاي يعني؟ شيل البول بلبيك عن طريق حاجه اسمها افالجن سنار. ايه الافالجن سنار ده؟ عامل زي الصوره اللي عندك اصلا. زي بتاعت الاسم. حط البولب تروح جاي مدخل البولب من هنا تبقى مدلدل لك كده. لك عشان عندك صوره عندك. طبعا مفيش الكلام ده. حاجه اسمها اندوسكوبيك يعني بالفيس يعني. طيب لو ريكرنت يعني شفته عامل ايه؟ وهيرجع. عارفين هيرجع ليه؟ عشان مالش. يبقى اسمايدكت بيتنضف المبيضه بتاعت السمايد اصلا. كده وكده لازم ادي ستيرويدز علشان الرجل. هات اللي بعد انتروكوانا بولب بيسموه كيليانز بولب. سمعت كيليانز هنا قبل كده؟ كيليانز ديليسي. بيدنكيليتد ميكوزا ارايزنج فروم الانتر. طبعا ده سنجل اسمه بوليب يبقى واحد سنجل. طالما سنجل يا حكيم يبقى بايلاترال. صح كلام؟ سنجل يبقى سنجل واحد. هيبقى بايلاترال ازاي؟ يبقى يونيلاترال. يبقى سنجل ويونيلاترال. ماشي الكلام؟ طيب يقول لك الرايزنج فروم الميكوزا بتاعت الماكسيلي ساينس باسنج لقدام ولا لورا؟ انتروكوانا اللي يبقى الجوستيروكوانا يا اولاد ارجع لورا. شوفوا بصوا على الصوره اللي عندكم كده بولب واحد طلع اهو من عند الاوست اللي فاتت بتاعت المنزل راجع لورا مش طالع لقدام يعني. ده اللي كنت من شويه كنت بقول عليه تنشن سيست او كرونيك نان سبيسيفيك انفلاميشن. الكرونيك سبيسيفيك كان الرينس بروديوس، النان سبيسيفيك كان انتر كرونيك ما عليك. يبقى الاسباب عندك زي ما قلت لك تيجي في الادلتس والاسباب زي ما قلت لك يا اما النان سبيسيفيك انفلاميشن يا اما تنشن سيست. تعالى نشتكي من اليونيلاترال ليزر اوبستراكشن ودي ريزلت سيل شارج الساينز. هبص الاقي بالبوستيرو نسبي ولا بالانتيرو نسبي يا ولاد؟ بالبوستيرو الاقي بولب طريقه اكبر. لو لارج لو كبير نيجي نبص كده هتلاقي البولب نازل لك من ورا الجبل كده. عاجبه ازاي يعني؟ طبعا الانفستيجيشن نسيت اقول لك الانفستيجيشن هناك. هتقول لي في الانفستيجيشن هناك ايه؟ سي بي سي الاقي ايزينوفيليا ولا الاي جي عالي. فاكرين؟ سكين تيست بوزيتيف، السي تي دايجنوستيك، فاكرين اكس راي؟ هنا هيبقى السي تي والاكس راي لان الحاجات التانية هتبقى نيجاتيف. لان ما فيهوش حاجات الالج، ما فيهوش حاجات الالج. تريك تشيله بالافلجن سنار او بالفيس. ما فيش بقى لا استرويد ولا كلام من ده. فيدال تيست فاكس. واحد عنده فيدال سوري فيدال سندروم. واحد عنده حساسية من الاسم بيجي له مطب بالباكر على الصغيرين بروكيا الازمة ما علينا. سميل فاكس. عرف لي بس الاسماء اللي اقول لك عليها. هايبوثنيا ديكريز سميل سنسيشن. انوثنيا ابسنت سميل سنسيشن او نص سميل سنسيشن. كاكوثنيا ها انت عارف بيرسبشن افكت تول. باروثنيا بيرسبشن نان اكزيستنج جول. لازم تريك سكيور باروثنيا. سيست وتيوم. سيست وتيوم. يجي لك عاد كده تحس ان انت
حتى الولاد بتاع ال سيس يا باشا خلصانة سيس وزانوس السؤال ده بينزل مرة نزل مرة بيقول لك ايه نوع السيس دي؟ بيقول لك ديفلوبمنتال سيس بتاع كام؟ وبعدين دنتال سيس وبعدين ميوكوسيل كده الثلاث حاجات اللي عندي ديفلوبمنتال اثنين الديرمويد والنيزو قلب الدنتال ثلاثة دنتال جرس انا من تنوم كلام متظبط اهو هما ثلاثة كبار ديفلوبمنت سوري الاول الديفلوبمنت ماشي وبعدين سيس دنتال اورج وبعدين ميوكوسي دول اللي معاكم النوز الديفلوبمنت ها ديرمويد ونزو قلب سيس اوف دنتال اورج ثلاثة دنتال جرس واحد من تنوم تمام طيب الديرمويد اكتب كده تيجي في الميد لاين هنا تيجي عند النيزيوم اللي هي نيزل بريتش او التشين او السترنوم او السيمفس بيوت تحب تيجي في الميد لاين يعني ايه بقى موجوده فين دي؟ عن نيزل بريتش نيزو البرا نيزو يعني نوز البرا يعني البرا المرجع يعني ايه علاقه بين النوز والالبرا المرجع؟ في حاجه اسمها الكناين تيس ها؟ فوق منهم حاجه اسمها الكناين فوسا تمام؟ كمان بص ايه بقى دي بتطلع منها النزل البرر الاساسي شوف صباعي فين اهو زي فين الملفين من فوق يبقى معنى كده النزل البرر مكانها في الصوت مكانها في تطلع كلام تاني النزل البرر سيست مكانها في القناين بص تظهر لك فين في النوز عايز اكتر من كده الدنتر والدنتجرس دول فيهم كلام دول بقى ليهم علاقه بالسنان الدنتجرس الاول مش كده والدن عند الدنتجرس اكتب كده ان ربتد توث عند الدنتال اكتب ربتد توث خلص الكلام تعال نشوف ايه بقى اكتب عن الدنتجرس عن اراب التوس عن الدنتال اراب التوس واحده في الصغيرين واحده في الكبار تفكروا الصغيرين يبقى السنه ضربه لسه ما طلعتش يبقى الدنتجرس تيجي في اليوم تشيلدرن الدنتال في الكبار مش كان طيب الاتيولوجي دي سيست يبقى سيستك ديجنريشن في الكراون اللي هو الروت يعني بتاع اراب التوس يبقى دنتال ام ارابت التوس الانتجر افهم حاجه اعمل لي سام كده بالاثنين كده يعني اثنين كلام واحد حاجه مش هحفظ حاجه اصلا سيستك ديجنريشن في الكلام بتاع ارابت التوس ان ارابت الانتجر ده الانتجر بعد كده سيمبلز عندك سيست في السنان يبقى ستوري جروين ماكسيلر سويل ستوري جروين ماكسيلر سويل يعني نفس الكلام في السيستم عم بستعمل كده بالاثنين كده برضه يعني هنا ستوري جرام هنا ستوري جرام سايز هتشوف ايه؟ لما اجي ابص هنا الاقي سيستك اكسبانشن في المجزله صح كلام؟ لما يكبر شويه يعمل لي ايج شيل كراكلينج سنسيشن الناحيه الثانيه سيستك اكسبانشن في المجزله يكبر شويه ايج شيل كراك بتعمل سهل يبقى اتفرج اصبر
مش كده الكلام ده؟ طيب الحاجه الثانيه هنا ريليتد لمين؟ ادي الفرق اهو انا قلت التوث ميسنج توث ادي سنه سنه فين دي ميس هنا نو ميسنج توث ادي اول فرق كلام اي كلمه في سنه ما فيش سنه طلعت ما طلعتش ها انفكتد توث هنا ميسنج توث صحيح بالاكس ايه هلاقي السيست جواها السن او السن الدنت التوس يعني انسايد السيست هنا التوس اوتسايد السيست الفرق في الاكس راي في الافروق تيتو هتشيل دي وهتشيل دي بس يبقى انت كل الحاجات اللي شبه بعض تعالى بقى سهمين الفرق بتوع عامل ايه ده لازم تفكر مش محتاج حوار والفرق كله في كلمه واحده ربطت انا ربطت بس بس طب انت بقى تعمل اعتزاز يقول لك ده صعب صعب ازاي؟ ايه اللي صعب؟ اكتشف كريكلينج سنسيشن سمعته فين قبل كده؟ ميوكوسيليا اوستوكلاستوما على الطه ميوكوسيليا ميوكوسيليا طب اللي بعد طبعا كتاب لك ايه بعد كده الالم الفينوم سي بي 4 ميوكوسيليا سي بي 4 برضه ها؟ يتكتب هتكتب امتحان سي بي 4 يقول لك اصل انا هو عارف يهو هات اللي بعده سلورينج سليب ابنيا ايوه بقى ايوه بقى سنورينج سليب ابنيا الساعة كام؟ يعني سنورينج شخير يعني سليب ابنيا كومبليت سيشن اوف بريسنج انتوا عارفين ميكانيزم الشخير؟ سوفت تيشو فاكر لما كنت تجيب ورقتين تلفوك ما بينهم؟ عارفين دي ولا عملها لك لا 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 ليه اللي بيشخر يا جماعه بيشخر ليه ما بيشخرش بالنهار؟ شوف البرين بالليل هي الفكره كلها ان الصوت تيشو بيلابس بعض فاكرين الاسترايدو؟ انا لو جبت رقتين كده حطه في النص اللي فاكره منه بس يكونوا ملابسين بعض بس معصوم طب لو بعت رقتين عن بعض عمرهم ما تسمع صوت عايز ايه يعني انا عمري ما في سنورينج اللي لما صوت تشو بتاع الابيض ده يروح لابس بعض يعني لابس بعض والهواء معدي من بين بين كده اسمع الصوت طب لو الصوت تشو بعيد عن بعضه ما خلاص مش هسمع صوت عايز ايه يعني عشان اعمل سنورينج لازم الصوت تشو بتاع الابر ايه وي يلامس بعض صح كلام؟ هيلامس بعضه ازاي؟ يبقى لازم يكون اشمعنى ناس بتشخر ناس ما بتشخرش. واللي بيشخروا دول غالبا بيبقى الاولد ايج او الاوبيز. الاولد ايج عندهم لاكس في التشو. والاوبيز عندهم فات حتى ايه من فات فين؟ في الفرنجال وول في السب ميكوزا. فبتلاقي الدنيا ضيقه لحد ما قريبين من بعض عايز ايه يعني؟ هو اوريدي الصوت تشو قريب من بعض بس ما فيش صوت لان ديورينج داي تايم في تول في المصري. فتح لك الطريق لما اجي انام في ريلاكسيشن
السوفت تيشو بيبقى الراكس اللي هو كمان بيقرب من بعض. الممر اللي هو الايديال الاكسل اللي داخل مش كافي، الكربون دايكسيد اللي طالع مش مظبوط، هيبقى في هايبر كابنيا وهايبوكسيميا. مور ريلاكسيشن مور يقرب، مور هايبوكسيا مور هايبر كابنيا، مور ريلاكسيشن مور يقرب، مور هايبوكسيا مور هايبر كابنيا، مور ريلاكسيشن مور يقرب. معايا يا حبيبتي؟ هو معنى كده الدم خبطه في بعض صح؟ اللي هو خارج يهز السوفت تيشو يعمل صوت سنورينج. مور ريلاكسيشن مور ابستراكشن مور صوت، مور ابستراكشن مور هايبوكسيا مور هايبر كابنيا، مور ريلاكسيشن مور صوت، وهكذا لغايه لما يلمس بعض. ساعتها يحصل ابني بدليل لما تيجي تتابع واحد بيشخر تلاقوا ان هناك كده مفيش صوت، مفيش صوت. طب انت مثلا عمال تلعب مثلا بالعربيه بتاعت جدك اللي لسه جايبها لك، هو مريح شويه، هتلعب بالعربيه بتاعه وتعمل حركات كده وهو نام، مفيش صوت، الدنيا هاديه، انت تلعب صوت كده. بس صوت بيعلى 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 المهم يعني صوت بيعلى 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 هوب مروح مفيش صوت. استنى صوت انت مش حاجه تطلع، مفيش هو بتاع على تبع كده فيه، هو مش هو مش قاعد هو خربها مفيش. صوت تيجي بقى سكت يا حبيبي. ما هي المشكله مش تتعلم من اول مره، يعني من اول مره خلاص اقسم بالله كذا مره وانا بقى خلاص هو خضك هو خلاص هو بيمثل يعني من حاجة. مش انا كل مره تروح تطمن عليه كل مره تخض نفس الخض ما علينا يعني. فالمهم الميكانيزم ايه لازم اقول لك during day time ايه؟ لا يا دكتور ده حد صاحبي ولا حكيمي بقول لك ايه ديوريك دي تايم في تون في المصر صح؟ فرنش الرول بعيد عن بعض. ممر الهواء سالك الكرة سالمة الكرة سالمة بالكسر في تون في الفرنش الرول، فتلاقي الفرنش الرول بعيد عن بعض صح؟ طب عادي عادي تلاقي راجل مشخر بليل النهار عادي قرد قرد قاعد معاك وبعدين قوم يجي ينام ريلاكسيشن الكربون دايكسيد بقى شويه والاكسجين مور ريلاكسيشن صوت مور ريلاكسيشن صوت بدا يطلع. طبعا كل ما بيجي كل ما الممر الهواء بيجي كل ما الهيبو الاكسجين بتزيد والكربون دايكسيد بيعلى مور ريلاكسيشن صوت يعلى 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 لغايه لما صباع مش هو داخل ولا خارج قلبي خلاص هيمشي يروح جاي شاد الشلته تماما يروح جاي على السيد من اول وجديد. فهمت انا بقول ايه يا اولاد؟ طيب معنى كده الستوريك سببه ايه يا اولاد؟ vibration of soft tissue بتاع الابر اي واي. ايه الابر اي واي ده يا ولاد؟ بصوا يا ولاد النودز على لاتر الور والسيرفر ايه ده عباره عن النيزو فارنكس على جنبين الادرويد من ورا التونسلز في الاورو فارنكس واليوم لو صوت بلد ما ده كله يا ابني مدخل هواء من بقك اهو مدخل هواء من نوزك اهو والهواء بينزل لك من هنا يبقى النزو النيزو فارنكس والاورو فارنكس اللي هو قدام منه وبيزن طاق معاهم طبعا والهايبو فارنس ثلاثه الفرنج لون من تحت. عايز ايه يعني؟ الاماكن دي لو بقت اصلا فيها لاكس او فيها اديبوس تيشو وقربت من بعض تخبط في بعض ما بتخبطش في بعض بالنهار ليه؟ في تون بعدهم بنام يبقى ريلاكس ويبدا بقى العمليه تزيد زيد لحد ما تقفل. كلام مفهوم؟ طب اعرف لي ستوري كده نويز ريديوس ديورنج ستيب ديو تو فايبريشن اوف سوفت تيشو في اور اني واي يو تو كومبليت بالسرش باش اللي يعرف ام اس كيو حتى لو جاي من كتاب المدرسه يتقري للاف هتلاقي الديفينيشن ماشي صح بدل ما هي كلمه ان كومبليت اعمل سوري كومبليت يبقى لك ان كومبليت او كومبليت يبقى لك فاهمين يبقى حرفين بس يقول لك الدنيا مش عارفين حاجه طولي يا باشا لا ده ده لو بيكويكيان سندروم بيكويكيان سندروم عارفه اللي يسموه ايه؟ كان مره حد خدت انت بتاع ده في الشرعي اكيد خدت في الشرع اللي هو مع الاسترانجليشن والهانجنج والحاجات دي. كان في من ضمن الكيسز كيس ريبورت كات كانت في انجلترا راجل عجوز ماشي 70 سنه مش عارف المهم يعني يعني خناقه او حاجه زي كده يعني. المهم مع واحد مع راجل يعني مرات الراجل ده او اخواته حاجه زي كده ثلاث ستات ماشي اه يا حبيبي
انت ولا كيس؟ عليك سبتوه بس سبتوه عليك مات يا سبتوه على الارض قعدوا عليك برج هو ده اللي هو الراجل اللي مش فاكر انت بتسبيته ماشي ليه دول وش عندهم ستريت دول دي اصلا عباره عن فات طلع لها عينين ومين هو ايه الله مش عارف حاجه زي كده يعني مش عارف القصه كامله يعني دي هتبقى يعني مش خدتوا حاجه اسمها البيزنس اندكس ها المفروض نقدر نكمل كام كم يلا قول كده صح انت ما علينا المهم في 30 28 ده اوفر ميت يا دكتور ما علينا 30 ده بتتكلم في ايه في ناس بقى توصل 35 و42 اسمها موربيد اوبيزيتي هم دول بقى اللي عندهم ستريك يمكن دخلها في تفاصيل ليه يعني اوبيز قوي لدرجه انه مش مستني امور صوت شغال صداع بالنهار دي بقى لما بتنام او ستريك ده بيموت ده اصل ينام يموت يصحى من النوم يستريك طب حاجتي ده وش ستريك ابني على طول يعني ما درجات يا ولاد لا ما تحسن كده الصف والله العظيم اسمع كلام ايه ستوري خلاص سيب ابني يعني ايه كام ستريك ابني complete succession of pacing due to partial obstruction انطقوا بقى complete obstruction ده اسمه sleep apnea sleep apnea succession of pacing for 10 seconds sleep apnea syndrome قررتش كذا مرة 30 مرة يعني ايه انت مثلا يعني ايه snoring من صدر يعني رف عايز بقى يعني كل واحد يروح في الطريق بس عشان اه اثبت بس انها سائل sleep apnea syndrome طلع انا جيب الكرسي بتوع بدأ هتبدأ تشرب فوق كل الشيء مش محسوب قبل هذا واحد شوي قبل اثنين قبل ثلاثة هذا ورقة أول يعني ها عد في السبن أورز تيجي يعني سبعة تم سبع ساعات كنت عاد بالورقة وأنا بتعد وصل 29 مش هتطول مش تيجي أنا سندروم مش كلام 30 فيما فوق يعني يقول لك ايه كلمة ستيب أبني سندروم معناها ها ريبيت ستيب أبني مور زان 30 تايمز بير سبن أورز تيجي مش بالطريقة دي كيف سليب ابني سندروم ده انديكيشن للسي باب كان مش عيك ان سليب ابني سندروم ممكن يموت لما واحد يجيله سليب ابني بتكتل نفسه 30 مرة في الليلة ده هيموت وده انديكيشن للسي باب والبوريشن ممكن اكتب تركيزته كان مش عيك خالص بس اخذ اسمه خلاص انا بقولك دي عشان يشوف سدوري يعني اسمه يعني سليب ابني طب ايه فرق سليب ابني سليب ابني سندروم في الأمر السندروم إن يستيب أبني بتكرر 30 مرة سبع ساعات إيه اللي عدوا؟ إزرفها إزرف عايزها في إيدي دي بستخدمها إندكس التريك هتنقلي من جاست مش عارف ويت ريدكشن وكلام من ده سي باب كلام مفهوم؟ أو تراكيستوري ما علينا ما علينا في الوقت هو من درس ده مين؟ درس ده مهم جدا الدرس ده مهم جدا مش مهم بس طيب يقول لك التايبس سليب ابنيا يعني سيشن اوف بيس يا سنترال يا بريفرال اكتب كده عن سنترال ريسبيراتوري سنتر يبقى وش مشكله في البرين لما بقى عندي برين تيومر بوليومايلايتس اي ريجن في البرين ضرب ريسبيراتوري سنتر في كهرباء هتروح للمسلز يبقى المسل هتتحرك يبقى الابنيا دي في ايفورت اوف بريثنج ولا مفيش مفيش اصلا ايفورت اوف بريثنج دي كومن ولا ريل؟ فيري ريل عارف ليه؟ سيمبلي العيانه بسنتر سليب ابنيا دي اذا ديد مان هو ميت يا ميت يا كوماتوز على فنتليتر فاهمين اللي بقوله؟ انت مش عمرك ما تلاقيه ده واحد ميت يعني حد يا اما كوما او فنتليتر مين بقى اللي كوما البريف اللي هو الدرس بتاعنا احنا ان يبقى الدنيا ماشيه زي الفل المشكله ان هو تخين او عنده لون التيشو فيخش لي في سنوري مع كاس سليب ابنيا وده نص كومن بالمره كده للحب العيان اللي عنده ستيل ابنيا لازم يكون سنورر صح ولا غلط صح ولا غلط صح برافو عليك لكن السنورر لازم يكون ستيل ابنيا في الشرط لان بص عشان ابقى في الدور الثاني لازم اكون قاعد على الدور الاولاني عشان اوصل لمرحله الكومبليت كولابس يبقى لازم اكون قاعد في مرحله البارش لكن انا في البارش غير ان انا في البارش والله بليز ما اوصلش لابنيا يبقى اول ستيل ابنيا بيشنت سورس Why not all snorers have sleep apnea?
يعني عشان بس يبقى مفهوم يعني. طيب الاسباب اللي بتاعت البرف يا باشا، ممر الهواء، اضرب ممر الهواء النوز والنيزوفارنكس والاوروفارنكس والهايبوفارنكس وجنرال كوزس. انت عايز تعمل ايه في الاماكن دي؟ بصراش اعمل لي مسكت كده جدوم وبصراش اي حاجه تعمل بصراش، يبقى تيومر في الكل. نزل تيوم اوروفارنكس تيوم نزل فارنكس تيوم هايبوفارنكس تيوم اوف النوز ايدري ديفيد سيلف بولت في النزل فارنكس ادينايد الاوروفارنكس انسلايتس ولاكسيوبيا وردان بلد وبلد مع التيومر طبعا الهايبوفارنكس هايبوفارنكس تيوم و ماكروجلوسيا ومايكروجلاسيا ده البيزو ساتانيا كده. لو ماكروجلوسيا يعني طنج كبير تلاقي البيزو طنج دي بصالك لورا كده ما تخبط الصوت تشرح اللي حواليه لو ماكروجلوسيا مايكروجلاسيا يعني مايكروجلاسيا لساني لور جو المندبل الصغير باشا انا لساني لور مش كبير بس المندبل بتاعي مظبوط مش هينفع اطلع لساني ورا كده او اعوره ورا عشان المندبل صغير صح كلام؟ المايكروجلاسيا والماكروجلوسيا الاثنين دول بيأدوا لنفس النتيجه ان اللسان البيزو سبانك بتبقى متعوره لورا فاهمينها دي؟ بعد كده الجنرال انا عايز اي حاجه تخلي صوت تشر ضمضم كده كبير وبست المكسديما عارفين الوبست ايه؟ دي بوزيشن اوف فاير والمكسديما ميكرو بس تبعت اكرو ميجري ليه؟ دكتور ده المندوب الكبير ما هتطنج اكبر يكون كل حاجه في جسمك كبيره ميكانيزم اقراها ميكانيزم اقراها دي كان بيكشر ديورينج ستيك ديورينج داي تايم يا ابني انت بتدرس بس الشخير والشخير عشان بشر الاستراكشن الواد ده في النهايه كومبليت الاستراكشن يعني فيها هاي بوكس سي ان اس هاي بوكس يوريك ستيب شخير يبقى سنورك نايت ميرز. انت لو محرج تسال على الشخير اسال على الكوابيس اوه بيجي لي كوابيس كتير اللي ما تروح وامشي ما تطولش كوابيس ايه اللي بيجيب الكوابيس يا اما بتاكل بالدباء قبل ما تنام هتلاقيها في عيشتك دي يا ما سوري لما تدور مش هسيبك على دماغك والسنورك ده بيقبل ايه بعد كده ابقى سليم ابني مش هسيبك على دماغك مهم علينا يعني يقول لك ايه في اثناء ديورنج ستيل سنورك نايت ميرز نكتورال انرايسز وريستلسنس نايت ميرز نكتورال انرايسز وريستلسنس اتصرف ايه؟ سي ان اس هاي بوكس نايت ميرز ده يا جماعه يعني كوابيس ها؟ ونكتورال انرايسز بتبيه يعني يورين داي تايب واحد مش عارف ينام طول الليل بيصحى بتاع 50 مره في الليل ده هيبقى شبع نوم ليك اوف كونسنتريشن صح كده ليك اوف كونسنتريشن وبعدين العين بقى فولينج اسليب واي توكن ووكينج درايف فولينج اسليب واي توكن ووكينج حتى فاهم حاجه يبقى بيتكلم معاك نايم ماشي نايم سيء نايم عايز اعرفهم دول تقعد في الجامع وانت ظهرك معمول تعمل كبير والله العظيم شكر يعني واللي جنبه عادي اللي جنبه عادي اللي بيتكسم دي يعني عنده حاجه صح لا بالتالي عمال يقول لك اي كلام كده طالع من بوق اي انت عارف هو بيقول ايه اصلا يعني منصب المقطوع هو من دور المقصود بيعمل اي حاجه كومبليكيشن هاي بوكس يا باشا اكتب عند الكومبليكيشن هاي بوكس اكتب عند البتاع دي هاي بوكس هايبوكسيا في البرين قلت لي يا دكتور ريستلس سنس وانسوميا ونايت ميرز هايبوكسيا في الهارت اريزميا اريزميا اعمل منها سهم هارت فيليا والهارت فيليا بالمنري دي يبقى سهم كده 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 يؤدي لبعض هايبوكسيا الاول يا عاطف تؤدي لايه اريزميا
الريزم بتاعت الهارت فيلر، الهارت فيلر دي بالونه دي ما في الكلام، مش محتاجه فيها شرح، دي محتاجه فقط يعني معايا على ايه. طيب بعد كده ايه انفستيجيشن مش كده؟ جنرال اسسمنت باشا، ما ينفعش واحد يقول لك بالتليفون انا عندي ستوري، قلت له تعالى ماشيلك اليوفي، لا شوف يا جماعه تدخين يقول لك خس بتاع كلام جنرال اسسمنت. وبعدين ايه تيك اكزاميشن، ابدا بص بقى عنده لاكس يوفي، لا عنده ريدندنت بلد، عنده هيوج تونسل، ايه تيك اكزاميشن صح كلام. بعد كده كمان فليكس اول نيزو في الجسم، خش بالمنظار وانت داخل هتلاقي ديفيتد سيب، هتلاقي بولت في النوز هيوج بقى بتاع ده ادينوي ده تيومر، ده اسمه النيزو في الجسم كومبلكس النيزو في الجسم صح كلام. بعد كده حاجه اسمها راديولوجيكال اللي هو السي تي والحاجات دي عشان تشوف لو كان في تيوب، بوليسومنوجرافي ده يتكتب كده اهو ويتعمل عليه دايره كده اهو. اشمعنى؟ عشان تقول الراجل ما تقعدش تدور كتير اهو اللي انت عايزه اهو، اللي بجد بيكون بيفهم بيت ليه بيسمع وخلاص، حاجات كده تركات بتاع دايره عليها كده، دايره عليها عشان تريح عن اللي بيقرا. طيب بوليسومنوجرافي يعني ايه بوليسومنوجرافي دكتور؟ بتقول لي ان السنورنج ده بيحصل في ستيل صح؟ في انهي فيز؟ فيز 1 ولا فيز 2 ولا في ايه ظروفه بالظبط؟ اعرف ازاي؟ ارسم لي كهربه المخ والعيان نايم. اشوف اول السنورنج بيحصل اوه ده في ستيل 1، يبقى السنورنج بيحصل في ستيل 1. دكتور انت بتقول لي يبقى معاه ريزم اسبكت، يبقى خلى العيان نايم وعنده سنورنج ومش هيرسم لي سي جي. دكتور انت بتقول لي بيبقى سابه هايبوكسيا وبيبقى قد نامور هايبوكسيا، يبقى خلى العين نايم عنده ستوري وحلل الدم جاس انايز. دكتور انا عايز اعرف السبب، هل هو نيزل اوستراكشن ولا اورو فرنجل اوستراكشن؟ اعمل حاجه اسمها راينو مانومتري. الكلام ده بتعمل فين؟ كلاب. بجيب معمل سليب لابوراتوري، معمل يكون العين ينام فيه اوكيوبايد بار يعني مجهزه بيه، اي اي جي اي سي جي جاس انالايزر راينو مانومتري، يبقى ده عباره عن لاب سليب لاب ديفايد باي بي اي جي بي سي جي كذا نازل راينو مانوميتر. ليه؟ الاي اي جي ديتكت فيز اوف ستيل اللي بيحصل فيه الستوري، الاي سي جي ده ريزم جاز نازل هايبوكسيا هايبر كابني راينو مانوميتر. بص يا حبيبي جاز بيرك على الاخير ايه؟ لا هو اللي طالع، بلاش بتاع هو اللي طالع، جاز جزء على الاخير جزء على البوك، يعمل لي تيست الهواء اللي طالع المفروض ولا يكون نورمال، نورمال 70% من الهواء طلع من المناخير 30% من البق، جه لايه 80% من البق و20% من المناخير، بس عمل سمول جيم نزل على الفرنش. ايه كيمياء فاهمينها؟ ماشي هات اللي بعده. تريت نعالج ازاي؟ ميديكال وجنرال وسيرجن. باكسون بودي ويت، واحد عنده سمول ما بيشربش اكل ما ياخدش سيديشن، ليه يا ابني السنور يتسوي ريلاكسيشن؟ دي له هيبتوتك عشان يبقى مور ريلاكسيشن، مور سنور مور ابنيا، يبقى افويد بدون حاجتين جدا. الميديكال حاجتين روتر تايلين عادي عليك ام سي كيو كباب او سي باب ام سي كيو روتر تايلين ده دواء بديه بيديكريز الفيزر اللي بيحصل فيه الستيبنج اللي بيحصل فيه السنور. بمعنى فرضا ده مش كلام ساينتفك يعني، ان عندك تو فيز من الستيبنج، فيز 1 فيز 2 انت بتنام 6 ساعات، فيز 1 3 ساعات، فيز 2 3 ساعات، مش كده مش بس نقول يعني نص ساعة. لا البروتوكولين دوت انت مثلا هم اكتشفوا ان السنور يحصل في فيز 2، البروتوكولين بيخليك فيز 2 ده ساعة واحدة، فيز 1 5 ساعات، يعني كده انا مطمن ان اي وقت 5 ساعات مش خايف لا يموت، مش خايف يخش في ما بيعملش صوت، واخر ساعة بس هو مثلا يعني بقول لك بروتر تايم بيشورتنج الفيز اللي بيحصل فيه السمول. سي باب كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر تيك ام سي كيو، واحد عنده هاي بوكس حط له ماسك وادي له اوبشن اندر بريشر كونتينوس بتيجي كباب او سي باب. طيب سيرجي بقى لو اليوفي ده ريدندنت يا ولاد يوفي ليبتون، في حاجه اسمها يوفي بلاتو فرنجو بلاستي يو بي 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 هم لو عيان عنده ستوري دي قبل ولقيت عنده لاكس يوفي او ريدندنت يوفي ولاكس سوفت بلد
ويوز انلارجمنت ستونز. طب ما تشيل اليوفيلا يوفيليك، ما تشيل حتى النبات الرندم بلاتيك، ما تشيل التونسل تونسليك. لا 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 انت كده عملت ايه؟ ده انت وسعت لي ممر الهواء، انت جملت، عملت بلاستر، عملت بلاستر في اليوفي وفي البلد في اللاتر فرنج يوفي يوب بلاد فرنج بلاستر يو بي 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 ولا تاني؟ فاهلا. طيب لوب عندك يوفي الارضان شيلها سيجي. طب ما تشيلها يا عم بالليزر، شيل اليوفي بالليزر، ليزر اسيستد شيل اليوفي، عارف حاجه؟ ليزر اسيستد يوفي بلاستر وهيبلكتم يعني. بعد كده الماكرو جلوس طنج كبير، بس طنج كبير قطعها ميد لاين بالسك كده، شيل التش من هنا كده. بعدين سوشي يا باشا هتلمها، ما انت مش هينفع تقطع كده، هي هتقطع الترمي وتوصل تيجي كده، تعمل لك ازاي كده وكده، تشيل التش من مصر اللي هنا دي. وعايز تعمل سوشي تلم التش ماشي. طب المندبل صغير ماكرو بناسيا يبقى مندبل اطانسي، اكسر هنا واكسر هنا. بعدين شد المندبل دكتور هتفيد الفك بونجرات بونجرات، اكسر هنا واكسر هنا وشد المندبل بونجرات بونجرات عشان يبقى المندبل كبير. اخر حاجه تراكيستي، يعني انت في السبير كيس ده بقى بيتعامل مع بتاع اللي هو ستيف ابل سندروم، تعمل انت